تحية طيبة للجميع. في البداية طبعا نرحب الأخوة الوفود الخليجية جميعا، نفتح لهم القلب قبل الذراعين، وأتمنى لهم إقامة سعيدة في العراق وخصوصا في البصرة الفيحاء. بعدما تم إنجاز وتحضير جميع الأمور المادية اللوجستية من ملاعب فنادق على مستوى عالي، أعتقد سوف تكون هذه البطولة إن شاء الله تكون استثنائية من جميع الجوانب. أتمنى على الجميع المساعدة ووضع يد بيد للخروج من هذه البطولة بإيجابيات كثيرة، منها نفس فنية وكذلك نعكس صورة العراق الآن في الوقت الحاضر لما تمتع به من إمكانيات مادية وبشرية. أعتقد سوف تكون هذه البطولة فنيا من البطولات ذات المستوى العالي، وذلك للحضور الجماهيري أعتقد سوف يكون الأفضل في البطولات، وذلك لشغف أهالي البصرة وجمهورها الكريم. هو يا مال يا مال يا مال يا مال، كل الهلا كل الهلا بجيتكم أشقائنا العرب. خليجي 25 راح تنورون العراق والبصرة، ملعب النخلة 25 خليجي راح تنورون البصرة وهلها. أكيد كل الهلا بجيتكم يا ضيوفنا الأعزاء أشقائنا، مشتاقين لشوفتكم وبجيتكم وبمشاركتكم. البصرة، العراق، خليجي 25، أهلا وسهلا بكم في بصرة الخير والمحبة والأمان. أهلا وسهلا بكم في العراق، بلد الحضارات، بلد الخير والكرم. أهلا بمنتخبات الخليج العربي، أهلا وسهلا بكم في بلدكم العراق، في البصرة، خليجي 25 الذي سيقام في بصرة الخير والمحبة والأمان. العراق، كل البصرة، هلا بيكم، مرحبا، خليجي 25. العراق، كل البصرة، هلا بيكم في بصرة الخير في خليجي 25. العراق، كل البصرة، هلا ومرحبا بيكم في خليجي 25، كل الحب كل الاحترامات. البصرة، كل العراق، حياكم الله بخليجي 25، أكيد راح تنورونا. نرحب بجميع المنتخبات الخليجية والشخصيات الرياضية والجماهير الخليجية في محافظتنا العزيزة الغالية البصرة الفيحاء، وإن شاء الله راح تكون هذه البطولة بطولة مميزة من ناحية التنظيم والاهتمام الحكومي لهذه البطولة. وأيضا نتمنى من جميع الأخوان الموجودين في البصرة والمحافظات الأخرى أن تساهم في إنجاح هذه البطولة وعكس الصورة الحقيقية لبلدنا الغالي العراق، ونتمنى للجميع الموفقية إن شاء الله. وتمنياتنا أيضا لمنتخبنا الوطني بأن يحرز المركز الأول في هذه البطولة، وتمنياتي لكم بالتوفيق. غربة وقهر وحزان وفي قلبي حسرة، أتمنى عود اليوم واحضن البصرة، العراق، كل البصرة، أهلا ومرحبا بكم بخليجي 25. العراق، كل البصرة، وأكيد ضيوفنا الغاليين من خليجنا الغالي على قلوبنا راح يكونوا منورين بعراقنا الغالي وبصرتنا الحبيبة، أهلا وسهلا بكم بخليجي 25.